السلام عليكم. عليكم السلام. انا النهارده كنت هعمل كباب مشوي بس حلو. رد محمد قال لي اعملي لنا ايه ريش ريش عشان هو لمح طبق ريش ضاني في الفريزر. فقلنا بالمره بقى ايه دلوقتي نتبل ريش ضاني سهله جدا وسريعه، وهخلي محمد هو اللي يقف يشويها. هنسيبك في النشو في الشوي. نشو هشوكي في النشوي، هشوحك في اللوح. اللوح لو شوي اضربك في الصحن. الصحن. اخش بقى اتبل الريش دلوقتي. طريقه سهله جدا وحلوه قوي، ومن غير توابل كتيره ومن غير لكلكه ومن غير عكعكه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده كنت شايله ميه بصل عشان خاطر ابقى اعمل بيها، بس هعملها دلوقتي بقى. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بعد كده نشوي نشوي ونقعد ناكل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير زي ما انتم شايفين دي ميه بصل اهي. ايوه كل دي ميه بصل 10 5 كيلو. بس استعملتهم يعني في حاجات تانية. ودي الريش اهي، ريش ضاني اهي ما شاء الله حلو قوي اهي. وهستعمل ملح وفلفل، مش هستعمل اكتر من كده. ليه بقى؟ انا حابه المره دي التتبيله تكون بسيطه، لان الضاني مش عايزه ابوظ طعمه. ميه البصل احط فيها ملح، ملح كده كمان معلقه اهو حلو كده، واحط فلفل اسود ومش هحط اكتر من كده، كفايه كده اهو. بسم الله. بس مش هحط اكتر من كده. ليه بقى ميه بصل؟ لو حطينا في اي توابل مشويات يا بس مجمده شويه بصل فتفيت بيتحرق على النار، فاحنا مش عايزين نوصل لمرحله الحرق دي، لا عايزين يبقى كده محتفظ بجماله كده وحلاوته. هي كلها كده ما تخش في التتبيله كده، ونسيبها ساعه ولا حاجه ونيجي نشويها، بتبقى حلوه قوي معانا بصراحه. عطست من الفلفل. بصوا في كمان قطعيه اهي، بصوا دي حلوه قوي. لازم كلها تخش كده في التتبيله. دي لسه مجمده شويه، بس هحطها فيها كده وهقلبها من تحت من فوق لتحت، واغطيها واسيبها في الثلاجه كده قيمه ساعه ساعه ونص، وبعد كده ابدا اشويها. في ناس ممكن تشويها في الفرن، بس احنا النهارده هنشوي على الفحم عشان يبقى مشويات مشويات يعني. بس كده، هي بس الحته اللي فاتت بتتاكل يا ولية بس، اما الباقي كله عظمه. افكها بقى في التتبيله كلها واسيبها وارجع لكم بعد ما تتبل. يا جمال الريش، بسم الله وصلى على رسول الله. اللهم صل عليه. صلوا على رسول الله. حبه ريش بقى بحبه تتبيله ملهاش مثيل، بالصلاه على حضره جمال النبي. ولا توابل كتير ولا بهارات كتير ولا طعمها يختفي ولا الكلام ده خالص، لا 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 لا. نحن نختلف عن الاخرون. نص ساعه وشوي وكلي احلى ريش او مشويات. انا هحطها طبعا على الفحم، على فحم في البلكونه عشان كنت بشوي كباب. طبعا شفت فيديو الكباب، هتشوفوه هو الاول. هذا الريش بالصلاه على حضره كلام النبي. الله 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 الله. صلوا على رسول الله يا جماعه. اللهم صل عليه. بس كفايه. يلا على البلكونه يا ريس. يلا يا معلم. يلا صلوا على رسول الله. يلا يا ريس على الشوايه. بسم الله. فاحنا اية نار نار نار. حط بقى الشوايه بتاعت الريش. بسم الله. والتوالد. الله 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 الله.
الله 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 يا بصراحة لا الله 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 وصل حبيبي تسلم ايدك يا صدفة والله والله احنا من غيرك مش هنسوى قلبي والله بجد كلامك حد بيقول بخاطر بيت غيرك حبيبي قلبي والله انا احبش اكسر قلب حد قبل الخواطر ده نعمة من نعم الله على الله طبعا من الهواية اهلا اهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد العيد فرحة اجمل فرحة طلع النبي ايه حاجة اخي من ده شوي هنا قبل على القهوه كلهم طالعين بيجروا شنا محمد طالعين بيجروا كريم هنا صاحب عمارة وسيد على القهوه بس كلهم بيجروا عصفورين كلهم بيجروا فكنت في حريقه في الشقه وبيخبطوا وبيزقوا فكنت كل اللي ماسك الكلابيه بتاعته في بقه وبيجروا والسلم لقيته مطروش رجاله بتاكل ايه يا اسطى؟ ايه رايك فيها؟ في الخيبة بصوا بقى الجمال بصوا الجمال يا خرش يا ولاد يا نهار ابيض على الجمال يا كرشي يا كرشي كل عظمة بص عايزك تقرقش العظمة قرقشة كده قرقش العظمة ايوه كده اعمل بقى قعدتك هوي هوي يا ولد بصوا بصوا يا ولاد الجمال بصوا الجمال يا خرش يا خرش يا خرش يا خراشي وزميلكم بصوا العظمه جايبها لي عامله ازاي بتاعت الرشه مش فاهمه انا فين الف هنا بص انك خدت العظمه ريشه في هوا مسافه ما بصيت من البلكونه لحظه رجعت لوت قفش الريشه يا مرجل دينا حين احنا النهارده سوا وبكره هنكون في الدنيا بالله عليك ايه رايك في التتبيله؟ ايه رايك؟ بصوا الشكل تجنن ده بقى المشمر اللي بيقولوا عليه المحمر انتوا عارفين المشمر بقى اللي هي الدهنه بتسلت وتشمر من على العظمه هو ده المشمر الناس اللي ما تعرفش المشمر هو ده المشمر المقمر العيش صح؟ المحمر الحاجه المحمره والمقمر هو العيش اللي اتقمره المشمر بقى اللي هو لما تكون بتشوي حاجه وفيها دهن زي كده ويشمر من عليها هو ده اسمه المشمر ده محمر ومقمر ومشمر طب والمدمر المدمره كده ايوه اسم الله عليك المدمر برافو عليك ده بقى اسمه المدمر يا جدعان لو ما تعرفوش برافو عليك هي قلت لكم المحمر والمشمر وانا قلت لكم المقمر والمدمر برافو عليك بالظبط قربنا نخلص الحمد لله بصوا بقى الجمال بصوا الجمال صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي يا جماعه صلوا على رسول الله بس خلصنا بقى تعالوا بقى نفضيها في الطبق الحلو بتاعنا نعمل شويه طحينه نزوم القعده ما كلش طحينه مفيش وقت للطحينه مفيش وقت لاي حد تعمر رغيف عيش هاكلها حاف نو وربنا ابدا طب يلا بس ادي بقدونس اهو بصوا بقى الريش وجمالها واو الله 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 صمت في حرم الجمال وجميل عارف كان نفسي اجيب لك ريشه بتاعت الحمار الكبيره دي
اللي هي في محمد هيدي بياكلها. طب ما تجيب لي حمار احسن. وليه تجيب لي ريشه حمار؟ لا هي بتاعت حمار. هي ريشه بس مش بتاعت حمار، بس احنا بنقول بتاعت حمار. عشان كان بيقول لي اللحم المحل فيها وهوا محل حمير. بس جميل قوي الشيء. بس اشطف دي بس دقيقه واحده. احنا قلنا مفيش وقت للطحينه. والله في وقت دقيقه واحده. قال لي هبقى في فصلتهم بس مش هحط توم عشان مفيش وقت. الله 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 الله. بص بقى دي بقى ايه، شويه بابريكا ورشه كمون فلفل. ملح حتى من سبعته فضيت ملح نسيت افضيه. نجيب كمان كمون. شيل بقى دي على ليمون وكمون وزيتون وكده الطحينه معانا. بس ما تحطيش ليمون تاني اخر درجه. رشي ادي كمون بس كده. جربوا الريش يا جماعه، جربوا الريش. وادي الكباب اللي عملته برده الفيديو بتاعه نزل في القناه، جربوه حاجه كده بالصلاه على النبي اخر من ده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ويوم جديد، وكل سنه وانتم طيبين. والمشويات في البيت حلوه وسهله وجميله ولذيذه. لو انتم ما عندكوش شوايه تقدروا تحطوها في صينيه في الفرن. طيب.